مساء الخير والمحبة عليكم مشاهدينا الكرام، ارحب بكم اجمل ترحيب، واحنا نبدا وياكم حلقة جديدة من برنامج الموعد. اليوم ضيفنا هو صادها نور صبري. صادها نور صبري. اليوم طالع احلى منك. الحمد لله على السلامة. سلام حبيبي، كل خير. طيب نورتنا بطل. بطل ايش اخبارك؟ كل سلام حبيبي. الحمد لله على السلامه وبيضت وجوهنا. تسلم. الله يخليك. ان شاء الله دائما التالق والفوز والفرح ان شاء الله. الحمد لله. انتم فعلا قد انتم ما جلبتوا الكاس لكن جلبتوا الفرح. الحمد لله. وهذا شيء مهم جدا. اشكرك. شكرا لك كابتن. الله يخليك. شكرك الشكر الجزيل ايضا بعد فتره هذه الدردشه الحلوه. الله يخليك. مشاهدينا الكرام، اذا نور صبري ليس حارس مرمى فقط بل هو حارس سور العراق. احنا اهل الغيره الاصليه، ولد الملحه والغربيه، دلتنا بالعز مبليه ومبليه بعز دلتنا. مساء الخير مرة ثانية مشاهدينا الكرام، اليوم راح تكون لنا قصة أجمل من ألف ليلة وليلة، قصة جميلة راح تكون مع نور صبري أسد العراق وحامي عريم العراق الرائع المتألق اللي تعجز الكلمات عن وصف هذا الحارس العنيد اللي أنا أعتبره هو طائرة بشرية. حبيبي يا أخي، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني سعيد جدا يعني باستضافتي، يعني بصراحة فرحان جدا لهذا الاستقبال الرائع من عندكم ومن كل الناس، يعني على مستوى حتى خلينا نقول الشارع الرياضي والجماهير الشعب عموما فرحانين. يمكن الفرحه يعني مرات ما تخليني اعبر عن ما في داخلي، لكن بالتالي لما تشاهد فرحه الناس يعني تعرف ماذا انت تفعل، يعني لذلك ما تحس بها اثناء المباريات او اثناء العمل. لما يعني ترجع او لما يعني تاخذ قسط من الراحه تعرف مدى يعني مدى النجاح اللي حققته ومدى يعني مدى ايش قد هو يسعد الناس. لذلك يعني سعيد جدا يعني بلقائي بك، وسعيد انه اظهر على قناه الرشيد، واتمنى انه يكون اللقاء شيء يعني جديد ومفيد للناس. انت اكيد راح تجدد الاشياء لانه انت الان ما شاء الله يعني نجمك عالي جدا، وهو دائما انت متالق كل ما، وحتى من كنت انت بعيد عن المنتخب كنت دائما تدعم المنتخب، تكون قريب للاعبين. هذا واجب. هذا واجب. فاليوم ان شاء الله تكون القصص كلها جميله جدا ان شاء الله. بس بالمناسبه قبل ما اخوض يعني هذه الدردشه البسيطه اللي وياك، انا خايف منك، يعني انا اعتقد انه اي مقدم برامج يخاف النور لا يضرب راجلي لانه لا وايد. لا. خلينا اليوم نحتفل بيك وناخذ الاشياء المشرقه اللي صارت ببطوله كاس الخليج ونعوف المنغصات. نعم. اكيد راح نستفاد من دروسها من عبرها. خلينا نحكي بالاشياء الحلوه، احنا فرحانين بيك اليوم، انت عريسنا. الله يخليك. شنو سالفه الراجديه واللوعي؟ شوف احنا يمكن تحدثنا عن هذا الموضوع حتى مع اهلنا، يعني من تشاهد مجموعه من الشباب من الورود، انا سميتهم ورود، كل لقاءاتي كنت يعني اقول انه هاي الورود تلعب بهذه الطريقه، فانا فخور جدا. وكانوا مثل ما انا شاهدت انهم يعني ايش قد احنا اعطيناهم ثقه، لكن مو بقدر ما هم اعطونا ثقه ابدا، يعني هم اعطونا ثقه. يعني من تشاهد هاي اللاعبين تلعب بهذا الروح بهذا يعني هاي الغيره، خلينا نقول احنا نتكلم عن الغيره، تحس انه يجب انه انت تكون مسؤول عنهم. لذلك موضوع الصفعات خلينا نقول حتى الرجال شويه يعني، يعني هم حتى على اهلهم كانوا يسالوهم هذا الشيء، لانهم كانت الكاميرا اكو بعض حب اكيد اكيد. لا هو مثل انا قلت لهم هي مثل الرفرش او هي زرع ثقه يعني. لا هو اللاعب في بعض الاوقات يصير عنده حاله من الشرود. زين. حاله طبيعيه. كنا انا وكل اللاعبين يصير عنده حاله من الشرود، فكر بالجمهور، فكر بالحكم. لما تجي صحي زين تحسسه انه انت متواجد يمه. جيد. او تحس يعني مرات هو مثلا خلينا نقول ينقذ كره خطره حتى ما تجي، يعني انا هذا كان طريقتي. زين. وكانوا فرحانين بها، بعض اللاعبين كانوا يطلبون. صارت هي صارت هاي اللازمه مالتك اياها؟ اي لا، حتى بعض اللاعبين قاموا يطلبون انه لازم اسوي هاي الحاله، حتى جميل. في سبيل نصحه هم كانوا نصح. يطلبون انه حتى صحينا. زين. ونور صبري لما شويه يعني يسوى او يعني يصحي نفسه ولا شلون كان؟ طبعا انا يعني دائما اكلم نفسي هواي داخل المباراه. داخل المباراه، شلون تشوي نفسك؟
يعني تحديات مستمره. يعني انا اشد حياتي تحديات، يعني حتى من فتره طلعت من المنتخب يعني 99% ما حد كان متوقع ارجع المنتخب. انا يعني واني من ضمن دولة كل الدنيا بما فيهم حتى اقرب الناس لي، فلذلك سميتك العنيد. لذلك انا كان عندي الحمد لله هي اراده قويه، عنيد انا بالفعل يعني حتى على مستوى الاجتماعي. تجي من فراغ، تجي من تمرين، يعني من اجتهاد، من بعض الناس مع اللاعب والمدرب، بعض الناس اللي تساندك هذا مهم، وعدها يعني خلينا نقول احنا عدها يعني فكره عن امكانيتك وعن مدى قدرتك انه انت تعود. لما تسندك هاي الناس تحس انه بعض الناس قريبين عليك، صح ناس تركتنا هواي، وهذا سبب واضح وطبيعي. لما يجي بديلك يجب انه الاسناد يتحول الى بديلك، هذه حاله طبيعيه. جيد. اخطاء ارتكبناها بالسابق على مستوى الرياضه، امور كثيره خلتنا نبتعد عن المنتخب. العوده كانت مو بس فنيه، العوده كانت حتى على مستوى الشخصيه. يعني انه انت كيف انه تظهر بمظهر مختلف. والدلاله على ذلك انه انا بهذه رجلاتي رحت للاتحاد، طلبت من عدهم، طلبت انه اعود للمنتخب، وهذه كانت يعني بالنسبه لاي لاعب مستحيل بالشكل العام. زين، المفروض هو مستواك يرجعك للمنتخب؟ لا، هو المستوى كان موجود، لكن بالتالي امور كثيره خارج موضوع المستوى. زين. هي اللي كان يعني ماخذين عنها فكره الاتحاد. زين. واحنا اعطيناهم حق هذه التصريحات الناريه، فذلك كنت تزعج بعض الاشخاص. تصريحات ناريه موضوع ترك بها اكيد. هذا احد اللقاءات سمعت الكابتن كريم ناعم يقول انه نور مستواه رائع جدا، لكن ده يخلي نفسه بمحطات او اكيد. هي من الشجاعه انه انت تعترف بالاخطاء، من الشجاعه انه انت تعترف بالاخطاء، اخطاء وهذا سببها انه بعض الأوقات عدم الخبرة. بعد الأمور اللي حدثت صارت عندنا خبرة كبيرة. رجعنا للمنتخب وقدمنا. نعم. هذا المستوى الكبير. نعم. وقدمنا. أنت ما شاء الله عليك مبروك، يعني انتخذت أفضل حارس مرمى بالبطولة. طيب. وهذا شيء يحسب لك، لأنه كان كابتن وحارس منتخب العماني. نعم. علي الحبسي كان هو مسيطر على هذه البطولة. هو ما يحسب لي، هو يحسب أولا للبلد، لأنه هذا اللقب هو لقب عام صراحة. أنا هذا اللي أفكر فيه. حتى من أعطوني جائزة أفضل لاعب بمباراة الكويت هديتها لازم ولا لاعب. بس على الصعيد الشخصي تحسب هو يحسب لي، بس لكن احنا نتكلم عن الناس مثل ما انت تقول. وفي سي في الاتحاد يعني او الخليج يسجل. شنو بعد الاشياء اللي بهذه البطوله اللي كانت يعني ما موجوده بباقي البطولات؟ شنو الانجازات اللي الناس ما يعرفوها؟ انت 333 دقيقه لم يدخل هدف على نور صبري. نعم. هاي وحده. اثنين يعني امور اخرى من ضمنها انه احنا يمكن مباراه يعني الفوز على الكويت جاء بعد يعني فتره طويله من عام 88. يعني لم نتغلب على الفريق الكويتي لا مباراه رسميه ولا انقطاعات معروفه. من 79 يمكن ما محافظين على المرمى خالي. وطبعا على فكره تبعيات، لان انا مشارك هذه رابع بطوله اشارك فيها بطوله الخليج. انا ثلاث بطولات شاركت بها تلقينا اهداف وخرجنا من الدور الاول وما كنا بالمستوى المطلوب. من كل هذا الافضل انه هو التحصين اللي حصن، يعني حصلنا بيه نفسنا الفريق اللي تحصن. زين. على مستوى نور انت يعني اقل حارس مرمى دخلا عليك الاهداف. نعم. تعتبر خلي شاكسك شوي. أي يعني يكون مشاكس وياك. كان مستواك رائع جدا لو كانوا المدافعين اللي امامك مستواهم جيد جدا. لا وبالتالي لا. انه من عود دخول الاهداف الهجوم والوسط والدفاع هم كانوا افضل من نور صبري. اشوفك تحسب لغه تواضع جدا يعني. المفروض، لانه اذا وصلت لهالنقطه اعتقد راح تصعد بعد اكثر. حلو. زين. كل قناعه يعني. جميل جدا. وطبعا احنا شفنا، وانا هنيك على هذه الروح، لانه هو تعريف الرياضه اساسا هو ترويض النفس. نعم. تروض نفسك على التأني، على حب الاخر، على التواضع، هذا تعريف الرياضي. الحمد لله. فانت اليوم ما شاء الله بدون ما يعني بدون عرفتها عمليا ونظريا. الحمد لله. بانجازك. احكي لنا خفايا جميله عن بطوله كاس الخليج. خلي الناس يعني انا حاب مثلا اعرف، احنا كنا شفنا مستوى نور، شفنا مستوى همام، شفنا مستوى علي عدنان، سيف، الى اخره، الى اخره، يونس، الى اخره، الكل، حكيم شاكر، كريم. نعم. كل الاداريين خلف الكاميرات وجنود. نعم. مجهولين اكو عرفوا طريقه لعب العراق، عرفوا شلون نور بدا. اريد اكو اشياء نكشفها للناس ما يعرفوها. مثلا احدى الاشياء اللي انا احبها، مثلا انتم دائما قبل المباراه تلتمون، ايش تحكون من تلتمون؟ هي هاي لها قصه. لانه يمكن باخر مباراه اذا شاهدتنا بالاشواط الاضافيه كان اللاعبين يرقصون ويصفقون. هذه احنا كنا نسويها داخل المنزع،
لأنه هي أغنية أو كلمات بسيطة. شنو هي؟ يرددها الكابتن حارس محمد، أوجه له تحية. حلو صوتك حارس محمد. لا هو مو هذا الموضوع. أنت تعرف إحنا العراقيين نعتمد على الروح. زين. يمكن واحدة من الأغاني اللي نزلت الفترة الأخيرة قبل المباريات أو قبل مباراة البحرين شدتنا. وانت تعرف هذا موضوع من زمان زين. احنا نعتمد على اكو امور فنيه والتكتيك موجود، هذا العامل النفسي مهم جدا موجود. في علم كره القدم نفسيا احنا نعتمد على هذا الاسلوب بشكل كبير. كره القدم الان اصبحت علم تدرس من الناحيه البدنيه، من الناحيه الفكريه. الكابتن حارس محمد من الجيل الذهبي طبعًا. معروف طبعا، لذلك هو نفسه يقول انه انا لعبت ما شاهدت مثل هذا الجيل بهذه الروح بهذا الاخلاق بهذا الالتزام، وهذا يعني شيء شهاده اللي راد يزرع الروح بيكم. والله هي بالحالتين هي مهم، لكن يعني مرات الإنسان تحس يعني خلينا نقول بوجهه الكلام صادق. لذلك هو كان يردد بعض الكلمات، أعتقد هي من أغنية أو أعتقد هو خلينا نشوف هذا يعني هي كانت يعني هاي يمكن أول مرة راح يعني شيء هاي تحسب للفريق. يقول يا عراقي يا عراقي واليوم الله يرعاك يا عراقي وبس. بس هي كانوا وياها صفقة، بما أنه إحنا مشهورين بالتحفيز وبالصفقات، وكان هذا الكلام والترديد يوصل إلى الملعب. لذلك بعض الأوقات كانوا يسكتون المشرفين من المباراة، لأن كنا نأثر على الفريق اللي بصفنا، لأنه منزع تعرف غرفة التدريب ملابس قريبة. مضبوط مضبوط. يعني أنتوا كنتوا حاسبين النتيجة بأغلب اللعبات وانتم بالمنزل، ماخذين البطولة متعة متعة. سببها الرئيسي انه بس في نفس الوقت انتم مخلين بجانب مهم جدا انه سمعة وطن، سمعة الوطن متعة بالاسترخاء. بالضبط، لان هو انت لما يعني المسؤولين عنك يعطوك فد صورة انه مهما حققت انت فانت مشكور او فعلا. انت هذا من شيل الضغوطات. احنا فاهمين هالقصة، لان احنا هذه السنة رقم 13 بالمنتخب ما شاء الله، فاهمين القصة. لكن احنا نحكي على مستوى الشباب، لما يسحب منك هذا الضغط اذا انت تبدينا الان تتمتع جيد. فكانت متعة، كان بعض الاوقات نعتبرها حفلة زين، لكن سمعة الوطن المحفوظة هذا منتهي. جميل جدا نعم. اكيد. وعدكم انتو يعني اثباتات كثيرة الحمد لله. من 2007 وقبلها وقبلها اثباتات كثيرة من كل تود. هسه احنا طلعنا من المنزع نعم. احنا للملعب تلتمون اي هذه بعدين وكأنه العراق كله التم، وهذا شيء جميل جدا. هاي طقوس شو تحشون؟ طبعا هي قراءة سورة الفاتحة. جميل. قبلها التوجيه مني أو من يونس. هذا مهم. شو تقول لهم للواعي؟ لازم تجيب سيف سلمان، يا سيف سلمان يقلدني. شلون؟ خلينا نعيش. سيف سلمان يقلدني يعني، رغم أنهم يعني يحبوها، لكن نفس الوقت من تخلص المباريات يضحكون عليها، وأنا طبعا نعطيهم الحرية لأنهم شبابنا وأخوتي يعني. حلو. شو يقولون؟ يعني توجيه أنا أضرب. المشكله انه انا اضرب يعني اضرب اللاعب اللي اريد اوجهه اضربه زين، اضربه قوي. انت ما فكرت تعوف كره القدم تصير ملاكم؟ لا مو لهالدرجه، انا ترى مسالم جدا. بس هو شنو هاي المزح. انا بين اللاعبين تحس اكو لاعب عنده شروط، انا ترى ما اسوي هالشيء اعتباطا ابدا. طبعا طبعا. لاعب عنده شروط فاضطر انه اصحي هو ما يعرف لما ايش تحكون بيه، لما انه يا ولد تونسوا تمتعوا انسى الجمهور. اعتبرها احنا دائما عندنا مباراة الزوراء والجوية هي التوب، يعني انه احنا دائما لان الملعب يفوز مباراة جماهيرية. اذا انت لعبت هذا الكلاسيكو فاذا انت لاعب ممتاز. لذلك بديش نذكرهم، نذكرهم يا شباب اعتبروها مباراة الزوراء والجوية، الجمهور مو جديد علينا، واحنا دائما العراق متعودين على انه الجمهور. الفترة الأخيرة العراق دائما بعيد ما يلعب بأرضه وبين جمهور، لا ومتعودين على انه الملعب يفول. اصلا انا واحد من الناس اذا الملعب ما يفول ما احب العب، او معنى اخر ما ارتاح فعلا. يعني مباراة اليمن ما اجى جمهور، لعبة كانت باردة وما بها ذاك الدافع. فهذا الكلام العبوا اخطأوا، كنا احنا وياكم واحد يسند الثاني واحد يحكي هذا الكلام يعني. زين من اللاعب اللي كنتوا تتفائلون به من تشوفوه الصبح، اول واحد يقعد اخر واحد ينام، تتفائلون يعني باشياء؟ خلينا نكشف الاشياء اللي ما يعرفوها الناس، اكيد عندك خزين من هاي التفاصيل الحلوه. شوف يعني انا اليوم احنا جايين اعتبرها جلسه صراحه او معنى اخر